السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه 17 من بي تريبل ام بي، ولسه في تاني ام مولد. ومعانا النهارده اخر نوع في مجموعه المولد هو 3 بليت مولد او قالب ثلاثي الباليتا. الميزه في القالب ده عن القوالب العاديه بيتميز بمكان الحقن، مكان الحقن بتاعه بيكون اصغر ما يمكن، مش زي ال 2 بليت مولد او القالب الثنائي الباليتا او القالب العادي بيبقى مكان الحقن ظاهر، وده بيكون عن طريق ان احنا بنفصل المصب عن المنتج بعد عملية الحقن مباشرة اثناء الطرد، وبينزل كل واحد بشكل منفصل. قالب 3 بليت مولد بيبقى قريب جدا من القالب التقليدي اللي هو 2 بليت مولد، ولكن بيزيد عليه مجموعة من ناحية النتاية او من ناحية الجزء الثابت. المجموعة دي بتبقى خاصة بالمصب، بتفصل المصب عن المنتج وبيتم التعامل معاها كأنها اسطمبة منفصلة فيها كور وكافيتي او ذكر وانتهاية بس خاصة بالمصب، بحيث ان هي اول ما الاسطمبة بتفتح الجزء الخاص بالمصب الاول، تطرد المصب، وبعد كده الاسطمبة تكمل مشوارها بتاع الفتح وتطرد المنتج. وقبل ما ندخل في تفاصيل خلينا نشوف الفيديو هيوضح كل نقطة. ده قالب الـ 3 بليت مولد قريب جدا من الـ 2 بليت مولد او الستاندرد مولد او القالب التقليدي اللي هو ثنائي الباليتا، ولكن بيزيد عليه في الجزء اليمين اللي هو خلف باليتة النتاية المجموعة بتاعت المصب اللي هي باليتة المصب وباليتة طرد المصب. أول ما الاسطمبة بتفتح بيفتح المشوار بتاع باليتة المصب الأول لحد ما تاخد المسافة بتاعت المصد بتاعها، المصد يزق الباليتة بتاعت المصب، يطرد المصب يقع بشكل منفصل، وبمجرد ما الاسطمبة تكمل مشوار الفتح بشكل طبيعي تدي المجال بتاع المنتج، بيبقى عندي احتمال من اتنين، يا اما اطرد بباليت الطرد بتبقى مربوطة ما بين النتاية والذكر بشدادات، يا اما دفعات عادية خالص. نشوفها مرة تانية. شايفين اول ما الاسطمبة بتفتح اهو بيفتح البارتنج لاين الاولاني اللي خاص بالمصب، اول ما ياخد المشوار بتاعه بيطرد المصب بيقع، بعد كده تكمل الاسطمبة فتحها الطبيعي، طبعا هي ما بتوقفش في النص ده بس للايضاح، هي بيبقى مشوار واحد، يكمل يفتح البارتنج لاين التاني اللي هو بقى بتاع المنتج بتاعي، يطرد المنتج، يبقى كده دورة كاملة. يبقى الـ 3 بليت مولد هو نقدر نقول عليه التطوير بتاع الـ 2 بليت مولد بتاع القالب التقليدي، ولكن بيبقى التطوير بتاعه من حيث المصب، دي الميزة اللي بيقدمها عن القالب التقليدي، ان نقطة المصب بتبقى اصغر ما يمكن، غير القالب التقليدي بيبقى بارز او بيبقى واضح جدا في المنتج، وبيبقى فيه اتنين بارتنج لاين زي ما احنا شفنا، بارتنج لاين خاص بالمصب وبارتنج لاين خاص بالاسطمبة او بالمنتج نفسه، وطريقة الطرد بتاعته بتبقى يا اما بباليت الطرد او دفعات عادية سيان، ده اللي بيحدده شكل المنتج نفسه. دي مرحلة، المرحلة اللي قبل ما يخترعوا او يكتشفوا الهوت رانر. طب ايه الهوت رانر ده؟ الهوت رانر هو التطوير بتاع 3 بليت مولد، وبيبقى فرقه في ايه او الميزة عنه في ايه؟ الميزة ان بيبقى فيه سخانات على المصب نفسه، بحيث ان انا ما بحتاجش يبقى فيه باليتة خاصة بالمصب او ان يبقى فيه بارتنج لاين اولاني، لا ده بيبقى فيه سخانات، فباستمرار الخامة اللي في المصب بتبقى سايلة ويدوبك يطلع المنتج بس وتفضل جوه الاسطمبة، مش محتاج انها تخرج منه، وده بيديني ميزة في ان هو بيقلل السايكل تايم، ما بحتاجش استنى لما المصب ينشف، وبيوفر لي في الخامه، ما احتاجش ان يطلع لي مصب عشان ارجع اكسرها وارجع اشغلها تاني، وكمان مكان المصب او مكان دخول الخامه للمنتج بقيت اقدر اتحكم فيه ويبقى اصغر حتى من الـ 3 بليت مولد. نروح للفيديو التاني يوضح لنا فكره الهوت رانر. لو انا عندي منتج شبه الكوبايه مثلا او زي ما هو باين كده، انا شايف على طول المنتج خارج من الاسطمبة من غير مصب. لو عملنا مقطع في الاسطمبة كأننا كده قطعنا نصها ونشوف من الجنب، هنلاقي المصب اللي هو في الهوت رانر باللون الاخضر ده حواليه كله سخانات، مجموعة سخانات، طبعا لازم بعد السخان ده يبقى فيه طبقات عازلة طبعا عشان ما تنقلش الحرارة للمنتج ويطول لي عملية التبريد او يأثر على حرارات المنتج او حرارات الحقن. الاسطمبة بيبقى ليها فونية عمومية للحقن وبتتفرع لفونيتين او ثلاثة او عشرة او مية على حسب عدد العيون، ما بيفرقش بقى في الحالة دي لان انا كل اللي جوه سخانات، الخامة بتضمن ان هي لسه سايلة وبيدخل بفتحة دقيقة جدا للمنتج، في بعض الحالات تقريبا ما بتتشافش خالص، وبعد عملية الحقن يدوبك التبريد يفتح
ويطرد المنتج برضو على حسب نوع المنتج، يا اما باليت الطرد او دفعات عاديه خالص. ولكن في الحاله دي مبقاش عندي مصب خالص، بوفر خامه ومكان المصب كمان او مكان الحقن يكاد لا يرى او بيكون صغير جدا. يبقى انا في الاول كان عندي ستاندرد مولد او قالب تقليدي بمصب ظاهر جدا في المنتج، وبعد كده حصل تطوير وتعمل 3 بليت مولد يوفر لي عمليه قطع المصب، بينزل مقطوع جاهز وكمان صغر لي حجمه بالنسبه للمنتج. وبعد كده التطوير بقى هوت رانر، صغر حجم المصب اكتر او مكان دخول المصب للمنتج بقى تقريبا مش باين او مش ظاهر، وفي نفس الوقت قلل لي الخامه او الويست، بان هو بدل ما كان بيطلع عندي مصب ابتدي اشيله واكسره وادخله تاني ريسايكل على المنتج بتاعي، لا ده فضل خامه سايله عندي يدوبك هو المنتج وبس. طبعا مع الانتاج الكمي بيبان جدا التوفير في الخامه. خلينا نشوف مقارنه ما بين الثلاث انواع من القوالب دول في سرعه الحقن او سرعه الانتاج وحجم المصب. اللي على الشمال ده 3 بليت مولد اللي هو النوع اللي بنتكلم عنه النهارده اللي هو قالب ثلاثي الباليتا، واللي في النص ده 2 بليت مولد اللي هو الستاندرد مولد او القالب التقليدي او قالب ثنائي الباليتا زي ما بنسميه، واللي على اليمين ده اللي هو الهوت رانر. هنلاحظ اللي على الشمال في 2 بارتنج لاين، في بارتنج لاين خاص بالمنتج وفوقيه على طول في بارتنج لاين خاص بالمصب نفسه، واللي في النص هي مصب واحد فونيا واحده مصب كبير لحد المنتج، واللي على اليمين المصب حواليه سخانات عشان يفضل الخامه فيها سايله وما يطلعش خالص المصب، يدوبك هو حقن المنتج وبس. طبعا بدايه الفتح بالنسبه للثري بليت مولد بيفتح المصب الاول عشان اطرد المصب، بعد كده يكمل مشوار الفتح ويطرد المنتج، عكس اللي حاصل مثلا بالنسبه للتو بليت مولد اللي في النص، مع بدايه فتح الاسطمبه بيتفتح كل المنتج بيبقى جزء واحد المنتج والمصب، وبعد كده انا محتاج اشيل المصب افصل المصب عن المنتج بعمليه يدويه او ايا كان بعد كده. اما بالنسبه للهوت رانر فبيطلع طول المنتج خالص ما فيهوش اي مصب ولا حاجه. طبعا واضح الفرق بين الازمنه، ثلاث ازمنه ما بين الهوت رانر والتو بليت مولد والثري بليت مولد، اسرعهم الهوت رانر وانضافهم، بعد كده التو بليت مولد بس محتاج عمليه نزع المصب، بعد كده الثري بليت مولد ولكن المصب بيبقى لوحده. يبقى انا النهارده خدت فكره عن الثري بليت مولد والهوت رانر وقارناها بالستاندرد مولد وعرفنا ايه الفرق ما بينهم من حيث جوده المنتج وسرعه الانتاج. طبعا كل ما الميكانيزمات زادت في الاسطمبه وزادت الباليتات وزادت الحركه في الاسطمبه، كل ما الاسطمبه بقت اكثر تعقيدا ومحتاجه دقه اعلى في التنفيذ وخامات بشكل اجود او صلابتها تكون اعلى عشان تستحمل معايا وما تهلكش بسرعه او عمرها الافتراضي يكون قليل. وبنهايه حلقتنا النهارده هنكون ختمنا اخر نوع من مجموعه المولد، وان شاء الله من الحلقة الجاية هندخل في ثالث ام وماشين وهنبتدي نتكلم عن مكان الحقن. نشوفكم الحلقة الجاية، سلام عليكم.